وطنية نظراً للحدث الذي نحن مقبلين عليه وهو حدث ذكرى عيد العرش العلوي المجيد. في حقيقة نحن سبقنا معه علاقات تاريخية قديمة لا غبار عليها ولا تحتاج النقاش ولا تحتاج التجديد. هي كذلك لابد من قصيدة قصيدة حسنة. ولكن قصيدة بمناسبة هذه المسيرة الخضراء المظفرة اللي كانت هي الطريقة الأولى الطريقة الأولى للنور تحت قيادة القيادة الرشيدة. يقول هي راهي مسيرة فتح يعني شرف، هي راهي مسيرة فتح مسيرة شرف. الناس إذا البيت هو على أنه اللي قاعد في وطنه راه مستمتع بحقه واللي مشى عن وطنه هو اللي مشى وطنه ما مشى عن وطنه فين. مسيرتنا حققناها اللي هي خداها سمعتها فينا الشهيرة والدول اللي جات معاها شافت معاها المسيرة لا مثيل غزاها سنية لا سنية حتى لا غيرها. وفي طار الداعي يقول حل علمنا ذا العيد الجديد الداعي اللي هي عيد يلا كيفك حد في تجديد لبنت عليه انت سيدي محمد يا المجيد فكر واخلاق وفضل الجيل عاطيهم مقصد وملكين وكاله زينه التسجيل والطفوله حامد سعيد ومعدل برنامج تخصيص المعاق معناته التمويل صدق والضعاف الفريد في انواع الحياه الشيل هذا هو حرك المريد الزين لاخ السبيل والسنخير على وجه جديد وابن المليك الفضيل. فاللهم لك الحمد على اننا في ظل عرشك العلوي المجيد تحت قياده رشيد الجلاله بن محمد صلى الله عليه وسلم سائلين المولى عز وجل ان يوسعه بمفروض الصحه والعافيه وان يحفظ ولي عهدهم ولاية الحسن وشقيقه المصون لنا خديجه وشقيقه السعيد مولاي رشيد وكافة أفراد أسرة الداركية الشريفة. إنه سميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ يارا على المداخلة القيمة. وكما قلتم الشيخ يارا فهذه المنظمة من بين أهدافها أنها تدافع عن القضية الوطنية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تكوين مكاتب إقليمية جهوية وتكوين مكاتب داخل أرض وطن وخارج أرض وطن في وقت وجيز. كما أغتنم الفرصة وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا خارج أرض وطن الذين لم يستطيعوا الحضور معنا في هذا اليوم. إذن الآن سنبقى مع كلمة الدكتور عز الدين هانون حول النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية أبعاد ودلالات. فليتفضل. بدينا نشكر كلمة جزيل الشكر لمنظمة جمع شمل الصحراويين الملكيين في العالم التي أتاحت لي هذا الفرصة. وأخص بالتذكير السيد عمر المهدي رئيس الوطني السيد الكاتب العام كما قلت. كذلك أتقدم جزيل الشكر للسيد الكاتب الجهوي ديال الرباط سيدي عبد الطيب ووجه تحية لباقي أعضاء هذه المنظمة وكل من سهر على نجاح هذا اللقاء. وفي هذا الإطار أذكر يعني أؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه منظمة المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية
وكذلك في التعريف بها. في النقاش كان عندنا واحد النقاش قبل بداية هذا اللقاء مع الأساتذة ومع السيد الكاتب العام، وبالفعل واحد المسألة طرحات هي منظمة مثل هذه كتقوم بعمل جبار على الأرض، كتقوم بواحد العمل كبير، وخص دائما يكون واحد التقطير، لأن العمل يعني الأوبيراسيون العمل الفعلي مزيان، ولكن خص يكون تقطير دائما من طرف الأساتذة اللي عندهم عين بهذا الموضوع. إذا كنشكر الإخوان على هذه المناسبة هذه. كذلك وجهت واحد عبارات الاحترام للأساتذة الأجلاء. قضية الصحراء المغربية كنقولوا دائما هي قضية وجود، يعني هذه عقود ولازمة نقولها، وهذا ليست فقط هو شعار للاستهلاك، بل هي بنية التفكير، وهذه فلسفة عمل لكي تفسر لنا تشبث هذه الأمة بعدالة قضيتها، وتشرح لنا كذلك مجموعة من المسائل، لماذا المغرب يعني يضحي بالغالي والنفيس، والمغاربة مستعدون أن يضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذه القضية. بالنسبة للموضوع ديالنا فسأتكلم عن المقاربة النموية ما يخص الصحراء المغربية، فاخترت أن أعتمد على مقاربة تحليلية تروم شرح يعني البنية ديال السياسة التنموية في الصحراء المغربية والأبعاد ديالها السياسية والتاريخية والاقتصادية، واعتمدت على ثلاثة محاور إن شاء الله اللي غنتكلموا فيهم اليوم. المحور الأول غيكون على المقاربة التنموية في إطار تاريخي، كيف جات يعني المقاربة التنموية، ماشي شي حاجة اللي جات ونزلات، فهي نتاج واحد السيرورة، واحد التسلسل تدريجي عنده علاقة بتطور القضية، عنده علاقة كذلك بتطور المغرب كذلك. النقطة الثانية عن أبعاد هذه المقاربة التنموية، هنا عندها أبعاد مختلفة، عندها علاقة بالقانون الدولي، عندها علاقة بالسياسة المغربية، عندها علاقة بالتنمية الاقتصادية المغربية إلى آخره. وفي النقطة الثالثة غنتكلموا على النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية. في البداية يعني كنفضل أننا نعرفوا بالمصطلحات بطبيعة الحال. التنمية، كنتكلموا عن التنمية، التنمية هو واحد المفهوم اللي هو شامل ومعقد، وكيمس جميع جوانب الحياة الفردية والجماعية، والهدف دياله هو إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات. هذا هو المعيار، كنتكلموا عن التنمية هو التغيير نحو الأحسن. هنا غنقدم واحد من التعريفات العصرية، أهم التعريفات اللي قدمتها منظمة الأمم المتحدة لقالت، هي العمليات التي بمقتضاها توجه الجهود لكل من السكان والسلطات لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساندتها في الاندماج والتقدم. وهذا المصطلح بطبيعة الحال تطور مع الوقت، مع لأن الظرفية الدولية تتغير، تتغير معها التحديات، وحياة الإنسان في حد ذاته تتغير، حياة المجتمع تتغير، فهذا المصطلح بطبيعة الحال امتدادات وتمثلات جديدة. كنتكلموا اليوم مثلا على التنمية البشرية، كنتكلموا على التنمية المستدامة إلى آخره. إذن أول نقطة المقاربة التنموية في إطار التاريخ. ويجب التذكير أن سياسة المغرب فيما يخص قضية الصحراء هي ليست بشكل عام، هي ليست عبارة عن كتلة موحدة وثابتة وتقول بالفرنسية في جي، لا، هي مجموعة من إجراءات قرارات تطورت مع الوقت وتلائمت مع كل فترة من الفترات. كما قلنا لكل فترة تحدياتها ورهاناتها. إذن هذا الملائمة اللي كانت هذه السياسة ديال المغرب دائما كانت مع ذلك تستجيب لمعطيات استراتيجية موحدة، يعني مثلا قبل 1975 ما يمكنش نتكلم على السياسة النموية، لان كان انذاك
سياسة المغرب صار استرجاع هاد الأقاليم. فالمجهود كان ذو طابع دبلوماسي صرف، والإطار الاستراتيجي اللي كان فيه هو استكمال الوحدة الترابية. كنعرفوا بأن المغرب ما خداش استرجعش أراضيه كلها في مرة واحدة، كان في 1955 الحماية، نهاية الحماية الفرنسية، نهاية الحماية الإسبانية في الشمال والجنوب، بعد ذلك عودت منطقة الطرفاية، بعد ذلك عودت منطقة سيدي إفني في 1969 إلى آخره. إذن المغرب استطاع والحمد لله أن يحقق هذا الهدف دياله بالنسبة للصقيل الحمراء وريو والذهب على مرتين، عام 1975 وعام 1979. فاسترجاع هذه الأقاليم كان هو عنوان لبدء مرحلة جديدة. هي مرحلة جديدة مليئة بالرهانات والتحديات. وكان تذكروا القولة الشهيرة لمغفور الله محمد الخامس طيب الله تراه، اللي قال بعد الاستقلال احنا انجزنا الجهاد الأصغر وغندخلوا دابا في الجهاد الأكبر. الجهاد التنموي كنقولوا هو الجهاد الأكبر. إذا أصبحنا الآن بعد 1975 بعد استرجاع الأراضي أمام استراتيجية مزدوجة، يعني داخلية وخارجية ولكنها متكاملة. الرهان من ناحية داخلية كان هو الإدماج السريع. إذا استرجعنا واحد الأقاليم خصنا ندمجوها سريعا، خصنا يعني ندخلوها في النسيج الإداري والسياسي المغربي. ففي هذا الإطار تم تنظيم انتخابات منذ السنوات الأولى لاسترجاع الأقاليم. كانت انتخابات في الأقاليم الصحراوية، وهذا ليس اعتباط، لأن كان أهم شيء هو الإدماج السياسي، الإدماج الاجتماعي. كان هذا عمل وتحدي كان اللي كان يعني جبار. علاش؟ لأننا كنعرفوا بأن إسبانيا لم تقم بأي مجهود تنموي في هذه المناطق. يعني عندما استرجع المغرب المناطق ما كانت شي حاجة، كان بضع طرق، وكانت يعني إسبانيا عندها واحد نظرة نفعية لمناطق الصحراء، كانت تعتبرها فقط هي كدعامات لوجستية للجيش الإسباني. لذلك الناس هنا راكين هنا الناس من الصحراء وغادي تعرفوا هذه المسائل، تعرفوا بانه الصحراء 1975 راه كانت المؤامن اللي دخل المغرب. ما غاديش نقول كانت ارض خلاء لانها كاين الناس ديالها وكاين السكان ديالها، ولكن من ناحيه التنمويه فلم يكن هناك اي شيء. اذا المجهود المغرب هو مجهود مؤسس. بالنسبه لهذه المقاربه التنمويه عرفت واحد التطور تاريخي اللي غادي نستعرضه الان. المرحله الاولى تكلمنا عليها دابا هي مرحله تسير فتره انتقاليه تتعلق بعوده هذه الاقاليم، وذلك باساسيه. يلاه دخلتي تما خصك دير ادارات، خصك دير واحد الطرق. اذا كانت هناك اكراهات، كانت هناك اكراهات، مع ذلك فكان مجهود كما قلت جبار اللي دار تما. وما نساوش الظرفيه، ما نساوش انذاك ما بين 1975 و 1990 كان هناك نزاع مسلح في المنطقة. كاين هنا اليوم مثلا كاين مناوشات بعد ما خلى البوليزاريو اتفاق اطلاق النار، ولكن في السبعينات يعني كذكر كانت حرب باردة، كانت حرب حقيقية آنذاك في الصحراء. فهذه الحرب أرخت بظلالها على المجهود التنموي ديال المغرب. فالإنجازات اللي كانت في هذه المرحلة كانت ترمي تحصين هذه الأراضي المسترجعة، وإيجاد يعني واحد البنية قادرة على استيعاب الأنشطة الحيوية الضرورية للدولة. أنا هذا هو اللي تكلمت عليه، يعني سوكي بازيك الإدارات. ولكن في هذه الفترة كان يعني كان هناك، حنا كنتكلموا دابا بالتاريخ، كان هناك صعوبات كثيرة عند المغرب، صعوبات من نواحي كثيرة. أول حاجة الصعوبات العسكرية، يعني كانوا نجاحات وافتراقات كبيرة ديال القوات المسلحة الملكية، ولكن ما نساوش بأن الظرفية كانت هي الحرب الباردة، والبوليساريو كانت يعني تساندها ليبيا آنذاك المرحوم القذافي، كانت تساندها الجزائر طبعا، تساندها الاتحاد السوفيتي وإن كان بشكل يعني غير مباشر، تساندها كوبا بطريقة يعني
مباشرة. ف وفي نفس الوقت المغرب كان عنده يعني بعض المشاكل مع الحلفاء دياله ومع الولايات المتحدة الأمريكية. كنتذكروا كان جيمي كارتر، فكانت شوية لا كونديسيوناليتي يعني يعني معروف في إدارة ديال كارتر ما كانتش قامت باللازم من أجل حماية الحلفاء ديالها، وكان عندنا أمثلة كثيرة في التاريخ. فإذا كان المغرب كانت واحد الوضعية يعني عسكريا اللي كانت صعبة، وكانوا هجومات وكان عارفوا مسألة الأسرى، كانوا الأسرى اللي يبقاو حتى مؤخرا في المخيمات. كانت صعوبات اقتصادية لأن المجهود العسكري يستنزف ميزانيات، لأن كانت كذلك من سوء الظرفية الدولية كان أسعار المواد الأولية في انخفاض في نهاية السبعينات، لذلك فعائلة الفوسفات كانت نقصات بشكل كبير. من نساوش كذلك كانت فترة جفاف بداية الثمانينات اللي أثرت في, 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 في الفلاحة. من ناحية كذلك السياسية والاجتماعية، يعني هذه الوضعية اللي تكلمنا عليها دابا خلقت واحد الوضعية اجتماعية محتقنة شوية. كنتذكروا إضرار 81، كنتذكروا مسائل بحال هذه، كنتذكروا من ناحية السياسية كذلك أن كان هناك خلاف سياسي بين الملكية والأحزاب الوطنية. كنتذكروا الموقف اللي خداوه قادة الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد قبول المغرب لمبدأ الاستفتاء، عبد الرحيم بوعبيد إلى آخره. من ناحية الدبلوماسية كذلك نفس الشيء اللي قلنا، كانت الجزائر مدعومة بشكل كبير والمغرب لم يكن مدعوما من حلفائه بشكل كبير. الجزائر كانت مع إطار ديال الدول عدم الانحياز إلى آخره، فكانت تخيز أكتيف في النسق الدولي آنذاك، مع كذلك مع كوبا كما قلت، مع الاتحاد السوفيتي. وهذا المعطى هذا أش أعطانا بأن كانت اعترافات كثيرة بالجمهورية المزعومة آنذاك. الحمد لله الآن إحنا في يعني ما اعترافات أصبحت قليلة، وفي القرار الإفريقية تعد على رؤوس أصابع، ولكن آنذاك ما نساوش أن آنذاك كانت الأمور مختلفة. وحتى بالنسبة مثلا لمنظمة الوحدة الإفريقية، بعد ما كان المغرب يعني قبل بمبدأ الاستفتاء، فبما أن كانت الكفة لصالح معسكر آخر، فكم تذكروا أن تم قبول الجمهورية المزعومة كعضو كامل عضوية في المنظمة، مما استدعى من المغرب بطبيعة الحال كموقف طبيعي أن يغادر هذه المنظمة. إذن هذه الصعوبات التي نتكلم عليها خلت المجهود التنموي نسبي وغير كافي. المرحلة الثانية اللي هي منذ انتهاء يعني الحرب منذ 1993 وتوقيع معاهدة وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وكذلك نهاية الحرب الباردة لأنها جاء تقريبا في نفس الوقت. فالمغرب يعني حاول تسريع إدماج يعني الأقاليم الجنوبية في المسيرة أو في السيرورة التنموية. بالنسبة للمغرب يعني دخل في واحد الفترة ديال الإصلاحات بنيوية. كنتذكروا المرحوم الحسن الثاني، كنتذكروا إنشاء المجلس الاستشاري آنذاك الوطني الآن استشاري حقوق الإنسان، تذكروا مجموعة يعني المعتقلين السياسيين الذين تم إطلاقه بصراحهم. فهذه كلها كانت سكنة في واحد الفترة ديال الإصلاح. وطبيعة الحال هذه الفترة يشكلات بحد ذاتها أرضية مناسبة يعني المجهود التنموي في الصحراء، وكان المجهود التنموي بالفعل كان قوي في هذه الفترة. هذه إلى هو اللي كان أنه الهم الكبير للدولة في هذه تذكروا فترة التسعينات شنو كان مهم بالنسبة للمغرب. كان المغرب قبل مخطط السوية ديال بيريز دي كويلار، وهذاك مخطط السوية كان فيه استفتاء. فكان المغرب طيلة التسعينات في واحد سجال واحد صراع من أجل في عملية ديال تحديد يعني المشاركين اوبيراسيون ديدونتيفيكاسيون، تحديد المشاركين في هذا الاستفتاء. ف يعني كان واحد نقولوا تشتت ديال الجهود، يعني المغرب آنذاك كان عنده واحد الجبهة كبيرة خارجية وعنده واحد الجبهة الداخلية كذلك. لذلك كما قلت كان المجهود التنموي كاين ولكن لم يكن مستقل، كان يعني نقولوا أداة
أدوات إدارة الصراع. المرحلة الثالثة المرحلة الحالية هي في حقيقة ممكن نقولوا الانطلاقة ديالها الحقيقية كانت مع الخطاب صاحب الجلالة في 2013 عندما دعا إلى إعداد مخطط أو نموذج تنموي خاص بالأقاليم الصحراوية، وكلف بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وطلب منه واحد الدراسة اللي كتراعي بطبيعة الحال النموذج التنموي وراعي خصوصيات هذا المنطقة. هذه المقاربة نقولوا هذه المرحلة الثالثة مقاربة تنموية ناضجة بدأت كاين الإرهاصات ديالها في البداية في 2007. كان واحد تسلسل تدريجي، يعني الأمور ما جاتش هكذا معزولة، كان تسلسل تدريجي. 2007 كنتذكروا المغرب قدم للمجتمع الدولي مخطط الحكم الدارج للأقاليم الصحراوية اللي تعرض على مجلس الأمن، وكذلك منذ آنذاك دائما في قرارات مجلس الأمن فيشيد بهذا المبادرة المغربية. بعد ذلك وهذا كان جاء في إطار دولي، علاش ما ننسوش لأن قضية الصحراء هي قضيتنا جميعا، ولكن قضية الصحراء هي قضية دولية مطروحة أمام الأمم المتحدة، خصنا نكونوا شوية نتعاملوا مع هذه القضية بواحد شوية ديال الواقعية وشوية الذكاء. كاينه مسألة مطروحة في الأمم المتحدة ما يمكنش نتجاهلوها، إذا فكان هذا مخطط الحكم الذاتي جاء في هذا الإطار هذا. بعد ذلك كنذكروا جاء مشروع الجهوية المتقدمة، كانت لجنة ملكية تكلفت بذلك. الجهوية المتقدمة بطبيعة الحال هي كانت تهم جميع تراب المملكة، والتتويج يمكن نقوله كان جاء مع الدستور 2011. علاش كنقول التدوير؟ يعني هو مسألة جات في إطار تسلسل تدريجي، كاين اللي غيقول لك لا الدستور هو جاء نتيجة ديال الربيع العربي ولا احنا ما عادش نختلفوا، ولكن تخيلوا معايا ان الدولة دخلت واحد المسار، بدينا بغينا نعطيه واحد الحكم ذاتي لواحد المنطقة وهاد الصلاحيات اللي غتعطاها هي شبيهة بنظام فيدرالي، يعني راه صلاحيات اللي قريته واللي ما قراش كان زعما نطلب منه يقراه المخطط، يعني المبادرة المغربية للحكم الذاتي راه فيه صلاحيات كبيرة جدا لجهة الصحراء. إذا ما كانش ممكن، وفي نفس الوقت من بعد جات الجهوية المتقدمة، واش في نظركم كان ممكن نديروا هذا الشيء كامل بلا ما نديروا إصلاح الدستوري؟ لا بد، كان إصلاح الدستوري كان جاي دار 2011 ولا كانوا كيتسناو 2013 ولا الله أعلم، هذه مسألة تايمينغ حاجة أخرى، ولكن الإصلاح الدستوري كتتويج لهذه المقاربة راه كاين، راه دائما كان. إذا قلنا توازيا كان عندنا مخطط الحكم الذاتي موجه، هو ماشي موجه للخارج، هو كان بطبيعة الحال المغرب يبين عن حسن نيته وكيعطي للمجتمع الدولي واحد المبادرة التي تحترم، يعني إلا قريتوا حتى هاد المبادرة راه فيها مبدأ التقارير المصيرية، راه سكان المنطقة سيقررون مصيرهم باحترام معايا القانون الدولي، وفي نفس الوقت هي موجهه بطبيعة الحال للداخل. إذا توازيا كان عندنا الجهوية المتقدمة، كان عندنا المخطط الذاتي، صاحب الجلالة كما قلت أوكل لمجلس الاقتصاد والاجتماعي إنجاز دراسة شاملة حول هذا النموذج التنموي، وهذا التقرير اللي قام به المجلس الاقتصاد والاجتماعي فهو كان تتويج ربما ما تشوفها لأول مرة، ولكن يعني كان يتميز بواحد المقاربة تشاركية كبيرة. كيفاش تنجز هذا التقرير باش الدراسة؟ فكانوا اجتماعات مع جميع الفاعلين المدنيين، جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى آخره. هذه الرؤية، هذا النموذج التنموي ما جاش هكا يعني من الفوق، الناس كيفكروا الطب، لا، كان هو جميع ديال مطالب ديال التشخيص ديال مجموعة من الناس اللي عايشين في الأرض، اللي عايشين المشاكل وعارفين شنو هي المشاكل. بعد ذلك فكان كتتويج هذا
كان المصادقة على مخطط التنمية المدنية للجهات الثلاث، الجهات الثلاث 2016-2021 كخطوة أولى. ندخل الآن المرحلة الثانية على أبعاد، النقطة الثانية على أبعاد هذه المقاربة التنموية. هذه المقاربة هذه إذا شفنا السيرة التاريخية وشفنا الكراهات اللي كانت قبل هي مستقلة بذاتها، يعني ماشي أداة فقط إدارة الصراع باش نبينوا للناس راحنا هذه ولا هذه، إنما يعني رغبة طبيعية فقط، يعني الماضي مع اختصار الريع وهذا الشيء جاء في خطاب ملكي الذي سأقول خطاب ملكي بمناسبة ذكرى مثل خطر عام 2015 ويقول جلالة الملك واليوم بعد 40 سنة بإيجابيتها وسلبيتها نريد إجراء قطيعة حقيقية مع الأساليب المعتمدة في التعامل مع شؤون الصحراء، قطيعة مع اقتصادات الريع وامتيازات وضعف المبادرة الخاصة، لأننا بعد سنوات من التضحيات من الجهود السياسية والتنموية قد وصلنا لمرحلة النضج، وأسطر هنا كلمة النضج. شيل بقى المرحلة المقاربة.